أخبار اليوم. السلام عليكم. انا ماشي على الطريق كده لسه حاجه. ده مسجد السلام عليكم. السلام عليكم. يا فندم طب حد جمع الكفاءه يا فندم احسن. الكفاءه الشركه اللي فوق بايدينا. انا شاطر من عند الله يا علي صدق وزير الاول. ابو ديلي بقى خلاص. ابو ديلي ايوه عايزين درجه ميه الجامعه. الحكومه كانت تعمل لنا حاجه.